دكتور مين يا فندم؟ سمير، الدكتور سمير إشعياء، معاه يعني تليفون تفسير علمي للموضوع ده. اتفضل يا دكتور. مساء أيوه. الخير. بصي أنا هلا. هقول لك حاجة، المادة دي اسمها مادة الفوسفين، غاز اسمه غاز الفوسفين، عبارة عن ذرة فوسفور مع 3 ذرات هيدروجين. تمام. المادة دي ممكن نحضرها في المعمل في دورة نجيبه نحاول هابط نيتريك مع فوسفات كالسيوم، وأنبوبة تطلع تمر في إناء به ماء. يعني الغاز بيمر في مية الأول. تمام. أول ما يلامس الهواء يشتعل. أيوة. ويدي حلقات زي حلقات الدخان. طب اسالي حضرتك، قولوا له الماده دي ممكن الولع ما تطفيها، الميه طب ما تطفيهاش. دي التجربه ايه الكيماويه. طب تعالي نشوف ايه اللي بيحصل. طب هي طفايات الحريق والميه دي. هقول لك هبقى اكمل كلامي. اتفضل يا فندم، بس انا عايز اسال سؤال بالمره كده، هل الميه ما تطفيش الحرائق اللي ناتجه عنها؟ لا ما تطفيهاش، تزودها اشتعال. الميه بتعمل خلخله للسطح الترابي اللي موجود في البيوت. ايوه فندم. فالغاز بدل ما كان بيكون طالع بكميه قليله بيطلع بكميه كبيره. ويولع. يا دكتور. تمام. سنت. طيب سنت. يعني المادة دي موجودة عندهم مثلا في اقول في لك المادة دي بتطلع منين؟ احنا عارفين ان دلوقتي الفيران علشان يقضوا عليها بتدولها مادة بتعمل نزيف داخلي. ايوه. ده بطيء في الحركة ولكن مؤكد ولا تستطيع الفيران اكتشافه. ايوه. لان الفيران بالسم العادي بتكتشفه بتجنبه. صحيح. السلوكيات الفار لما يشعر بقرب بيجي يفوق الحريق اللي خرج منه. محصلته تكدس جثث الموتى من الفيران وتحلل تلك الجثث، هينتج عنها حاجتين. بايوجاز اللي هي من المواد الكربوهيدراتيه ميثين وايثين، وكلها قابله للاشتعال بلهب ازرق. كما انه بتتابع تاثير البكتيريا والفطريات اللي بيسموها الديكومبوزرز، بتتحول البروتينات الموجوده بفعلها الى حمض النيتريك الذي يتفاعل مع عظام الموتى مكونة من مادة فوسفات الكالسيوم لإنتاج غاز الفوسفين اللي هو فوسفور وثلاث ذرات هيدروجين زي النشادر كده. بمجرد ملامسته للهواء وفي درجة الحرارة العادية يحترق فورا مكونا أكسيد فوسفور سام جدا ومالي. دكتور بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل سؤال. نعم. يعني إحنا بنحط المادة دي للفيران زي ما حضرتك بتقول في المزارع وفي البيوت. حلو. يعني مادة بتتحط بسم فران. أنا عارفها أنا عارفها. يعني بتخنق الفران فبيخرجوا برا في الهواء الطلق ويموتوا، صح؟ بيموتوش في الهواء الطلق، لا يعني بيتخنقوا طاردة. أي بيتخنقوا بالظبط ويمشوا برا. طب يعني ما نحطش المادة دي ولا إيه؟ في جحر، الجحر ده غالبا بيبقى في البيوت. حلو، يعني ما نحطش المادة دي يا دكتور؟ لا، المادة دي بتخترعها شركة باير عشان تعمل سيولة في الدم. أيوة للفار. أيوة بالظبط. فالفار لما يشعر انه هيموت بيرجع تاني للجحر بتاعه وبيموت في المكان ده. طب الحرائق دي يا دكتور لو اتكررت تاني، ايه الحل العلمي اللي نعمله علشان؟ ايوة. الو. ايوة فندم. مع حضرتك. التحلل يعني الخلاصة تحلل أجسام الموتى من الحيوانات. أيا كانت تنتج عنها غازات قابلة للاشتعال وأخرى تشتعل بمجرد ملامستها للهواء اشتعال ذاتي. ويمكن التأكد من تلك الحقيقة والتي باشرتها بنفسي بزيارة المقابر عند الغروب، وفي الظلام يلاحظ ظهور أضواء ملونة أزرق غالبا على هيئة خطوط صاروخية وميض تقوم بحرق غاز الميثين اللي ناتج من التحلل أيضا. في وجود الرطوبة العالية تتشكل تلك الأجسام على اختلاط فوسفين في طلقات متكررة بما يطلق عليه أشباح يسموها جوست أشباح. وتتضح تلك الحقائق أيضا في المزارع وفي وجود الندى أو الضباب، تكون تلك الظاهرة أكثر وضوحا إذ تشكل حلقات الفوسفين المشتعل في أعمل أشكال مخيفة أحيانا بالهروب منها تفريغ هواء. تسير تلك التشكيلات في اتجاه الهارب مما يؤكد ما رواه بعض الأجداد من ظهور تلك العفاريت، ولما كان غاز الفوسفين أو نواتجه سامة جدا خانقة تؤكد بعض العفاريت ظهر لي وخنقني لما جريت منه وجري ورايا. فتلك القصص ليست بنسج الخيال فقط بل لها واقع ويمكن تصويرها أيضا بالموبايل. وكلينا قرايبنا في إسبانيا بالذات في قرية من القرى فيها نسبة رطوبة عالية وجنب البدافن يقول لك اللي هنا في أشباح وصوروها بالموبايل وأنا شفتها. طيب دكتور بعد إذن حضرتك عشان احنا وقتنا قليل، بس احنا عايزين نستمتع بكلام حضرتك دلوقتي، اللي عندهم فيران يعملوا إيه علشان
ما يحطوش الماده دي. ولو ولو لا لا ثانيه واحده ثانيه واحده، السؤال من جزئين. ولو اشتعلت النيران دي ما يطفوهاش بالميه، تتطفي بايه؟ المايه مش هتطفي النيران دي. تمام، يطفوها بايه؟ الفوسفين اللي طالع في التجربه الكيماويه اللي عملناها في الاول والسالك في الاول بيمر في اناء بيه محلول ماء، مجرد ما يلامس الهواء يولع تلقائي. نطفيها ازاي بقى بايه؟ ما لو طفيتوها بالميه الميه هتعمل خلخله للتربه. مش بالميه، نطفيها بايه؟ صفيات الحريق ما كانتش بتجيب معايا. ما اعرفش بقى، يقولوا اسالوا بتوع المطافي. لكن هي لا حضرتك الكيميائي بقى قصدي يعني لموت الفرار والحلول. طب سعادتك الايد، الايد هي اللي كانت بتطفي النار. ما كنا ما كنا بنطفي بايدينا، كنا كانت النار بتطفي. ما انا بقول لحضرتك، ما هو الدكتور قال الميه تزود الاشتعال الحرائق اكتر.